باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا داخلين على عيد الرسل. وصوم الرسل ده اتمتعنا بيه، وفي عشره اول جيل من اجيال القديسين في كنيسه العهد الجديد. وعشان كده عايز اتكلم مع حضراتكم عن علاقتنا بالقديسين. من يومين فاتوا كان عيد ميلاد يوحنا المعمدان، اعظم مواليد النساء، وكمان يومين عيد استشهاد بولس وبطرس الرسولان. وانا لما هتكلم معاكم في دقايق عن عشرتنا بالقديسين، مش قصدي شفاعه القديسين كعقيده مستقره في الكنيسه واثباتها وضرورتها، لان الموضوع ده سمعنا فيه كتير واتكلمنا فيه كتير. لكن انا عارف كل الناس اللي قاعده دي وبتسمعني عارفين القديسين وبيحبوهم. ايه شكل العلاقه الحلوه مع القديسين؟ يطلع شكلها ايه؟ البعد العملي مش البعد العقيدي، عمليا بقى انا مقتنع بالشفاعه. ايه شكل العلاقه بيني وبين القديسين؟ المفروض تكون ازاي؟ اولا كنيستنا بتحب القديسين جدا، لدرجه ان كل جدرانها مزينه بايقونات القديسين. مش عايز اقول مزينه بمعنى الزينه، مش حاطين الايقونات زينه، لكن خليني اقول محاطه، الكنيسه كلها محاطه، لان ده التعبير الكتابي اللي استخدمه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين لما قال ان احنا هنكون محاطين بسحابه من الشهود. وعشان كده القديسين اشخاص موجودين في الكنيسه بصوره مستمره. وابونا وهو بيبخر تلاقوه نازل كده من الهيكل يقول السلام لامنا العذراء مريم، وبعدين يبخر الناحيه دي يلاقي مين؟ مش بس الشعب، كل صفوف الملائكة والشهداء والقديسين. يبدي البخور لصفوف الملائكة والشهداء والقديسين، بعدين الناحية دي يوحنا المعمدان وشفيع الكنيسة، بعدين يرجع تاني ناحية الهيكل. تلاحظوا كل مرة أبونا ينزل من المذبح يعمل صليب البخور ده، الأول ناحية المذبح، بعدين يدي السلام لأمنا العذراء، بعدين الملائكة والقديسين اللي مالين الكنيسة كلها. ودي إيمان الكنيسة، إن حضراتكم وأنتوا قاعدين دلوقتي في وسطيكم وحوالينا يملأ الكنيسة صفوف الملائكة والقديسين. أولا إحنا بنشوف في القديسين نمرة واحد، بنشوف في القديسين منهج وتلمذة. يعني نبص للأنبا أنطونيوس والأنبا بولا ونبص لقعدتهم مع بعض، نقول قد إيه القديسين دول يعلمونا معاني كتير قوي. الأنبا أنطونيوس يسافر المشوار ده كله لأنه سمع عن الأنبا بولا أول السواح، فيروح يخبط على قلايته، وبعدين الأنبا بولا يعني يتعز عليه شوية، يقوم يقول له أنت عايز تخبط عليا ليه؟ يقول له افتح من أجل المسيح. يقول له طب عايز إيه؟ قول لي. يقول له عايز أعرف كيف أخلص. يعني أنت جاي المشوار ده كله علشان تسأل السؤال ده كيف أخلص؟ يقول أه، ده موضوع السؤال ده موضوع حياتي كلها. ده مين اللي بيسأل؟ الأنبا أنطونيوس، كيف أخلص؟ وفي الآخر يفتح له الأنبا بولا وتنشأ بينهم الصداقة الجميلة دي. وبعدين قصة الغراب اللي كل حضراتكم عارفينها، اللي جاب لهم خبزة كاملة، وتفضل الأيقونة الجميلة ديت محفورة في وجدان الكنيسة كل التاريخ. وبعدين يطلع أجيال من الرهبنة كلها بتسأل نفس السؤال وبتجاوب نفس السؤال كيف أخلص. صورة جميلة وأيقونة جميلة في الكنيسة، منهج تلمذة. أنبا أنطونيوس ده قديس عظيم، مش محتاج حد يعلمك، أنت أب الرهبان يقول لا محتاج اروح للانبا بولا واقعد عند رجليه اتعلم. فده اول فكره، ان في حياه القديسين تلمذه. ونلاقي دايما في مجمع القديسين الانبا فلان والانبا فلان تلميذه، انبا فلان والانبا فلان تلميذه، ده يعلمنا التلمذه. وهنا السؤال اللي بساله لنفسي، انت بتحب القديسين؟ اه بحبهم. اتعلمت ايه منهم؟ شفت ايه منهم؟ هل لقطت العطاء بتاع الانبا برام؟ ولا شفت العفة اللي في مارينا؟ ولا عجبك ايدين مرامينا المرفوعة؟ يبقى انا ببص لايقونة القديسين مش بس بلمسهم واخد بركة حقيقي، لكن كمان انا عايز اتعلم حاجة. يبقى في علاقتي بالقديسين انا بحط ايدي على الايقونة بشعور بالجدية جدا، انا بنية جادة جدا عايز اتعلم منك حاجة. انت عندك حاجة حلوة انا عايز القطها منك واتعلمها منك، لانك عرفت تعيش وصية المسيح بصورة عملية، فانت بالنسبة لي مثال.
وتلاحظوا في الكنيسة ان احنا نقرأ او نصلي قداس الموعظين ده، كنيسة تقدم القرايات بتاعة البولس والكاثوليكون والإبراكسيس، وبعدين ممكن واحد يشعر ان الوصية دي صعبة، يعني ازاي مثلا نعيش من ضربك على خدك الايمن، ولا ازاي نعيش كل من سألك اعطيه، ولا ازاي نعيش صلوا كل حين. تقوم الكنيسة تحط لي تقول لي طب استنى، بعد البولس والكاثوليكون والإبراكسيس تقول لي استنى هقرأ لك مثال حي لناس عاشوا ده، وتقوم مختار لي شخصية اليوم اللي عاش الوصية دي، قديس اليوم. تفتح السنكسار وما أغنى السنكسار وقصص القديسين وسير القديسين العطرة اللي في السنكسار. كنيسة تقول لي ايه رأيك في المثال الفلاني؟ شفت بقى ان الوصية قريبة، في واحد مننا قدر يوصل لها، يلا تشطر وشد حيلك وجدعن وجاهد زي كان بيصلي كان بيصوم. أنبا بشوي كان شايف ان المسيح حلو قوي قوي، المسيح كان واضح قدام عينيه، المسيح ده اللي احنا هنتناوله كمان شوية. كنيسة تقولي كده في القداس اللي هنتناوله كمان شوية، الأنبا بشوي من كتر حبه ليه استخسر ينام، اتغلب على الطبع الجسدي الطبيعي، يعني الطبيعة الجسدية، وراح عامل حيلة يربط بها شعره علشان مش عايز ينام. طب ما ينام ايه المشكلة؟ يقول لا ده مستخسر ينام من كتر حلاوة المسيح. طب انا لما اشوف الأنبا بشوي عمل كده علشان بيحب المسيح، اول صورة هحب ابص عليها مين؟ المسيح. ازاي يا أنبا بشوي كنت شايفه حلو كده؟ طب انا كمان عايز اعمل حيلة، مش هعرف اربط شعري ولا اعرف اعمل حاجة من اللي انت عملتها أنبا بشوي، بس ايه هسهر له شوية بالليل، هقوم له بدري الصبح. أنبا بشوي بقى لما سمعت سيرته حرك في قلبي محبة المسيح، وفي المديح بتاعه يقول ايه؟ يقول الحبل كان مشدود زي أوتار العود، تقول مزامير داود بنيوت أنبا بشوي، بس الحبل ده مش كان مشدود بإيه؟ بسقف القلاية، ده كان مشدود بالسماء، وأوتار العود مستمرة طول الليل تعزف مزامير وصلوات وتنهدات حلوة. لما أسمع سيرة الأنبا بشوي الحلوة دي يتحرك في قلبي محبة المسيح، أروح جري أقفل باب أوضتي ومخدعي وأقول أنا كمان أصلي مزامير داود، أنا كمان أعمل مطنيتين حلوين، أنا كمان أصلي صلاة يسوع، أسهر مع ربنا كده من قلبي، أفتح قلبي وأتكلم معاه. بقالي كتير ما قعدتش قعدة الأنبا بشوي مع المسيح. يبقى الأنبا بشوي حرك في قلبي صورة جميلة لمحبة المسيح، منهج أتسلمذ عليه وأتعلم منه، مش مجرد أيقونة برفع إيدي عليها. أول حاجة منهج وتلمذ. تاني حاجة بنجدها في القديسين في علاقتنا معاهم، إنها تكون أو ساعات كتير بتكون علاقة الطلبة، وبنسميها الشفاعة، يعني يشفعوا فينا. طب إيه الطلبة الأكثر إلحاحا اللي احنا بنقولها؟ تدور كده في صلوات الكنيسة تلاقي إن الطلبة الأكثر إلحاحا على الإطلاق انتفكان النوفي نانيفول، يعني إيه؟ يغفر لنا خطايانا، أطلب من الرب عنا يا أبونا القديس فلان ليغفر لنا خطايانا. هي دي اللي في بالك. طب قلت أول كم مرة يغفر لنا خطايانا، عايز إيه تاني؟ يقول يغفر لنا خطايانا. طيب طول التسبيحة مجمع طويل ليغفر لنا خطايانا، طول القداس بقى عندك هتنيات وصلوات، قول حاجة غيرها، قول لا هي اللي يغفر لنا خطايانا. دي أنا مشغول بيها قوي، دي أكتر حاجة واجعة قلبي الخطية، صلي لي علشان المسيح يغفر لي الخطية اللي عندي. ولما نقابل كده آباء روحيين حلوين نقول له أبونا صلي لي، يقول لي صلي لي أنا كمان. قول له أبونا أنا محتاج صلوات، يقول لي أنا محتاج أكتر منك. طب إيه اللي محتاجه أبونا ده؟ ولا حاجة، هو حاسس بضعفه ونفسه الناس كلها تصلي معاه علشان المسيح يغفر له الخطية ويقربه منه. إحساس جميل ينمي الإنسان في علاقته مع المسيح. عشان كده الطلبة الأكثر إطلاقا الأكثر تكرارا في الكنيسة هي طلبة الشفاعة دي أو غفران الخطايا. طب نطلب معونة من القديسين ولا ما نطلبش؟ قال تطلب طبعا، يعني ممكن أقول له نجحني وفرحني، أطلب اللي أنت عايزه كله في طلبتك مع المسيح مع القديسين، بس وأنت بتطلبها ببساطة قلب صحيح، لكن اطلبها بتسليم وبإيمان. بإيمان، والإيمان ده يشمل كلمة لتكن إرادتك يا رب، يعني قول من قلبك كده يا أبونا القديس ماري مرقس، أنا حاطط الأمر الفلاني قدام ربنا وبقول له لتكن إرادتك، أنت كمان يا ماري مرقس اشفع فيا واطلب عني علشان إرادة ربنا دي توضح قدامي.
يعطيني الرب الامر الفلاني او يقويني على الامر العلاني او ربنا يديني سلام في امر معين او يسندني في جهادي. دي طلبة بحطها قدام القديس. طلبة ممكن تكون طلبة ارضية او مادية بس بطلبها بشفاعة القديس وبقول له برضو انا مسلم لارادة ربنا. لان مرة واحد راح للمسيح وقال له انا جاي لك علشان عايزك في امر مهم. قال له ايه الامر المهم؟ قال له جبت ابني لتلاميذك وقلت لهم يشفوه من الشيطان اللي عليه فمعرفوش يشفوه، فان كنت تقدر ان تفعل شيئا فتحنن علينا وافعل. فالمسيح قال له ان كنت تقدر ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. ما عجبتش المسيح الطلبه دي، راح للمسيح يقول له ان كنت تقدر ان تفعل شيئا. بينما في واحد اخر كان ابنه عنده مرض، هو عنده مرض البرص، راح للمسيح بمنتهى الايمان وسجد قدامه وقال للمسيح طلبه في منتهى العمق، طلبه تعتبر منهج للصلاه. قال للمسيح ايه؟ قال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. يعني من جهه القدره انا واثق انك تقدر، ولكن من جهه الاراده انا خاضع لارادتك، انا عندي رجليك، مستعد اعيش واموت عمري كله ابرص، وانا عارف انك كنت تقدر تشفيني ما شفتنيش، انا مسلم لارادتك. بنفس الايمان انا بطلب شفاعه القديسين. يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني، انا مسلم لارادتك بشفاعه القديس الانبا انطونيوس، الانبا بولا، ماري مرقس، ماري بولس، ماري بطرس اللي احنا بنعيد لهم كمان يومين. ان اردت تقدر وانا خاضع لارادتك يا رب، وبطلب من القديس ده علشان يديني قوه ويساعدني زي ما كانت إرادة ربنا واضحة في حياته، إرادة ربنا تبقى واضحة في حياتي أنا كمان. يبقى الأمر الأول التلمذة والمنهج، علاقتي بالقديسين. الأمر الثاني طلب، أكثر طلب بنطلبه ليغفر لنا خطايانا، طلب روحي. الأمر الثالث طلب المعونة بكل صورها، بس جنب ذاها كده حط بين قوسين بالتسليم وبخضوع. الأمر الرابع والأخير وأنا بطلب من القديسين، عايز ابص على القديس واشوف فيه صورة المسيح. فتعجبني قوي ايدين مريمين المرفوعة، حب الصلاة قوي، قعد في البرية يصلي. مريمين قعد فترة يصلي، مش بس يعني كان جندي في الجيش، لا ده قعد له فترة راهب. نقول له خدت انجيل من اجل انفرادك في البرية ومن اجل البتولية. ولا ماري مرقس اللي الكنيسة تصوره قاعد كده بيكتب انجيله، بتحب تكرس باسم المسيح، فضيلة جميلة حلوة. ولا تبص على ماري جرجس بصورة رمزية وكأنه بيحارب الشر وبيقاوم الشر. ولا مارينا القديسة العفيفة الشابة الصغيرة اللي ربط الشيطان من قرونه، ايه القوة والجبروت اللي فيها ده؟ الشيطان بيترعب من اسم القديسة مارينا. ولا موسى النبي قديس عهد قديم اهو، بس نازل من على الجبل وشه منور، ايه الجمال اللي في وشك ده يا موسى؟ مش عارفين نبص في وشك. قال لهم شفت ربنا اداني كده فتفوته من مجده، طب حط برقع على وشك عشان مش قادرين نشوف. ويفضل قصه موسى النبي تذكار لينا اللي قابل المسيح فوشه نور، فالواحد يفتكر القصه دي ويقول طب انا كمان عايز فتفوته كده من البركه الحلوه دي، لقاء مع المسيح. انا كمان نفسي اتعلم من موسى النبي الكلمه الحلوه اللي قالها في العهد القديم لما قال لربنا ارني مجدك. ولا داوود اللي قاعد يرتل مزاميره ولا يزال يرتل مزاميله حتى الآن. عشان كده نبص لكل أيقونات القديسين ده والكنيسة تقعد تقول إيه؟ سبحوا الله في جميع القديسين. طول القداس وإحنا مشغولين بكلمة ربنا إزاي نبقى قديسين، ونحط قدامنا مثال حي للقديسين، ونبص حوالينا نلاقي القديسين اللي سبقونا للسماء أمثلة حية وحاضرين معانا كمان القداس. إحنا بنصلي ونذكرهم في القداس عملا بالكلمة اللي قالها المسيح. أوصيت يا رب إن إحنا نذكر قديسيك لما قلت كده على المرأة اللي سكبت الطيب على رجليك، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في العالم كله يذكر ما فعلته هذه المرأة. الكلمة دي تاخدها كنيسة وتفهم إن المسيح عايزنا نذكر القديسين، فنعمل مجمع طول القداس وطول التسبيح. نفضل كده فرحانين وندخل في الكنيسة مصنع القديسين لغاية ما تيجي اللحظة الجميلة اللي الكنيسة تنادي فيها علينا تقول القدسات للقديسين، فنتقدم جميعا شكل الحفلة جميلة وهي بتبدأ.
القديسين اللي في السماء حاضرين، واحنا داخلين في صفوفنا كده بكل وقار ناخد المسيح اللي احنا مركزين عليه طول صلواتنا من بالليل لغايه او من عشيه لغايه تاني يوم لما خدنا المسيح واتحدنا بيه. واثناء ده بقى الكنيسه الواعيه الفاهمه تختار لنا المزمور الجميل بتاع ايه؟ سبحوا الله في ايه؟ في جميع القديسين، في جميع القديسين اللي حاضرين دول قدامنا بالجسد، وفي القديسين اللي سبقونا وانطلقوا خارج الجسد. حفله جميله، سبحوا الله في جميع القديسين، اصل كل اللي يقرب منه يبقى قديس. وعشان كده احنا لما علاقتنا تبقى روحيه بالقديسين مش بس بتقتصر على ان انا بطلب منه شبعني وفرحني واعمل لي الامر الفلاني والعلاني، لا، ده انا نمره واحد عايز اتعلم منك منهج واتلمذ عليك، نمره اتنين انا شايف فيك صوره جميله وشايف فيك معنى حلو قوي، شايف فيك المسيح نفسه، نمره ثلاثه اطلب من الرب عني ليغفر لي خطايانا، انا عايز غفران خطيه، نمرة أربعة ممكن برضه ما يضرش الأمر الفلاني، المشكلة في الشغل، المشكلة اللي في البيت بحطها قدامك، صلي معايا ما أنا بذكرك وبتشفع بيك، وأنت علشان قريب مني برضه بتذكرني في السنة. تبقى علاقة جميلة وعلاقة ناضجة وعلاقة واعية وعلاقة كاملة، مش مختصرة بس في حتة طلبات القديسين. ربنا ينفعنا صلوات كل القديسين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن للأبد.